الله الرحمن الرحيم. يوم أمس عندما زحف أبناء الشعب العراقي من على جسور بغداد حتى وصلوا إلى البرلمان العراقي ليصلوا إلى مجلس النواب ليقولوا هذه القولة التي قالها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: هيهات من الذلة. فارتأى أبناء الشعب العراقي أن يكون لهم اعتصام مفتوح إن شاء الله تعالى. حتى